أهلا بكم في قناة العالمي على اليوتيوب. أهم مشروعات الخدمات العامة التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من سنة 2014 ميلاديا حتى سنة 2024 ميلاديا. أولا، أهم مشروعات الخدمات العامة التي تم تنفيذها سنة 2015 ميلاديا. 1. افتتاح مبنى مجلس الدفاع الوطني بمحافظة القاهرة. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مبنى مجلس الدفاع الوطني بمحافظة القاهرة في يونيو عام 2015 ميلاديا، وذلك على مساحة 3000 متر مربع وتتكون من دورين وكافة المنشآت الخدمية والتنسيق للمبنى. ثانيا، أهم مشروعات الخدمات العامة التي تم تنفيذها سنة 2016 ميلاديا. 1. افتتاح المقر الرئيسي للمجلس القومي للمرأة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المقر الرئيسي للمجلس القومي للمرأة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة في فبراير عام 2016 ميلاديا، وذلك على مساحة 2000 متر مربع تكون من بدروم ودور أرضي ودورين متكرر. 2. إنشاء مصنع استخلاص وإنتاج الأملاح الغذائية والعلاجية بسيوة. تم إنشاء مصنع استخلاص وإنتاج الأملاح الغذائية والعلاجية بسيوة في إبريل عام 2016 ميلاديا، وذلك بتكلفة 52 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 300 ألف طن في العام. ثالثا، أهم مشروعات الخدمات العامة التي تم تنفيذها سنة 2018 ميلاديا. إنشاء الخط رقم 5 لمجمع مصانع تعبئة المياه الطبيعية بسيوة. تم إنشاء الخط رقم 5 لمجمع مصانع تعبئة المياه الطبيعية بسيوة في ديسمبر عام 2018 ميلاديا، وذلك بتكلفة 141 مليون جنيه. رابعا، أهم مشروعات الخدمات العامة التي تم تنفيذها سنة 2019 ميلاديا. 1. تطوير منطقة النخيل الخدمية جنوب محور الشهيد. تم تطوير منطقة النخيل الخدمية جنوب محور الشهيد في مايو عام 2019 ميلاديا، حيث قامت بتوسعة حرم الطريق وإزالة المخلفات المتراكمة وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنين على جوانب الطريق. 2. إنشاء المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. تم إنشاء المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في سبتمبر عام 2019 ميلاديا، حيث تم بناء المقر على مساحة 6000 متر مربع مجمع الشرطي بالعباسية بمحافظة القاهرة. 3. إنشاء المقر الجديد للإدارة العامة للمرور. تم إنشاء المقر الجديد للإدارة العامة للمرور في ديسمبر عام 2019 ميلاديا، حيث تم بناء المقر على مساحة 9000 فدان مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة. 4. تطوير مبنى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. تم تطوير مبنى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر عام 2019 ميلاديا. 5. أهم مشروعات الخدمات العامة التي تم تنفيذها سنة 2020 ميلاديا. 1. إنشاء مصنع إنتاج الجبن وسوهاج وأسيوط. تم إنشاء مصنع إنتاج الجبن وسوهاج وأسيوط في مايو عام 2020 ميلاديا، وذلك بتكلفة مالية قدرها 135 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 7200 طن في العام، حيث يتم إنتاج الجبن في عبوات بوزن 80 ل 250 جرام، ويتم طرحها في الأسواق بأسعار أقل في منطقة عرب العوامر بأسيوط ومنطقة القوصر بسوهاج. 2. إنشاء المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة. تم إنشاء المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة في يونيو عام 2020 ميلاديا، وذلك على مساحة 6 أفدنة مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. 3. إنشاء 267 محطة لبيع المنتجات البترولية. تم إنشاء 267 محطة لبيع المنتجات البترولية، وذلك في يونيو عام 2020 ميلاديا، وبتكلفة 2.9 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة التجزئية 82 ألف طن من أصناف الوقود المختلفة. 4. افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة. تم افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة المقام
عند تقاطع طريق مصر اسكندرية الصحراوي مع محور 26 يوليو، وذلك في نوفمبر عام 2020 ميلاديا. سادسا، أهم مشروعات الخدمات العامة التي تم تنفيذها سنة 2021 ميلاديا. الكراكة مهاب مميش، تم انضمام الكراكة مهاب مميش لأسطول هيئة قناة السويس في مايو عام 2021 ميلاديا، وهي تعد أكبر وأحدث كراكات الشرق الأوسط وأفريقيا. وبانضمامها لأسطول كراكات الهيئة تحدث الإضافة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في قناة السويس من حيث تنفيذ أعمال التكريك داخل المجرى الملاحي. سابعا، أهم مشروعات الخدمات العامة التي تم تنفيذها سنة 2022 ميلاديا. افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، تم افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة في يناير عام 2020 ميلاديا، والمقام على مساحة 30,442 متر مربع، ويحتوي على 5 مباني رئيسية. ثامنا، أهم مشروعات الخدمات العامة التي تم تنفيذها سنة 2023 ميلاديا. افتتاح مصنع معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة بتونة الجبل. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في قرية تونة الجبل في محافظة المنيا في مارس عام 2023 ميلاديا، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 90 مليون جنيه. وتم إنشاء المصنع على مساحة 11 فدان، وساهم المصنع في توفير عدد 100 فرصة عمل، ويعمل بطاقة 20 طن في الساعة. وفي نهاية هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في قناة العالمي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.